مع استمرار أزمة الخضروات في عدة دول، حتى البيتزا في بريطانيا تأثرت بنقص الطماطم. في التفاصيل، بدأت المطاعم الإيطالية بطهي البيتزا البيضاء الخالية من الطماطم بسبب كلفتها المرتفعة. أزمة الطماطم طالت سائر أطباق المطبخ الإيطالي بحسب صحيفة The Guardian، لأن المطبخ الإيطالي ببساطة هو الأكثر اعتماداً على الطماطم. من جهتها، تلقي الحكومة البريطانية باللوم على سوء الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا تسبب في نقص كميات الطماطم في البلاد. جمال